ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في حلقه النهارده هنتكلم عن اكثر المصطلحات والعبارات شيوعا في اللغه الانجليزيه. انا اسمي احمد حسن وانتوا تتفرجوا على Learn Different Academy. اول اكسبريشن معانا وهو 24/7. 24/7 ده بيستخدم عشان تعبر عن انك انت بتعمل حاجه طول الوقت او على مدار الوقت كله او على مدار الاسبوع مثلا. For example, لو انت عايز تقول ان انت بتشتغل طول الوقت عشان تكسب فلوس اكتر هتقول I'm working 24/7 to gain more money. تاني phrase او تاني expression معانا وهو butterflies in my stomach. Butterflies in my stomach, وده بيعبر عن انك انت متوتر او في قشعريرة كده جواك من حاجة معينة. بس التوتر ده توتر كويس, زي مثلا التوتر اللي بيحصل لك لما بتشوف البنت اللي انت بتحبها مثلا, او لما بتكون انت كبنت جايلك عريس بتبقي حاسه بتوتر معين. فالتوتر ده عشان تعبري عنه هتستخدمي expression بتاع butterflies in my stomach. For example, مثلا لما تقولي when I see him I got butterflies in my stomach, يعني انا اول ما بشوفه بحس كده بان انا متوترة كده والدنيا مش متزبطة معايا ووشي جاب الوان الطيف. الفريز رقم 3 معانا هو draw the line. draw the line ده بيستخدم علشان تعبر انك انت بتنهي علاقتك بشخص معين. فمثلا لو في علاقة بينك وبين شخص والعلاقة دي بقت سامة بالنسبة لك وبقتش مفيدة وعايز تقوله ان انت هتنهي العلاقة دي, هتقوله I'm gonna draw the line in our relationship because you're not good anymore. You're not good anymore, يعني انا هضطر انهي العلاقة بيننا لان انت خلاص ما بقتش مفيد بالنسبة لي وبقت العلاقة دي علاقة مش مفيدة ولا مريحة. فريز رقم 4 وهي easier said than done. easier said than done, يعني الكلام اسهل من الفعل. زي ما احنا بقول كده بالعربي, الكلام اسهل من الفعل. فمثلا لما صاحبك يقولك تعالى نطلع الساحل بكرة كده نروح نقضينا كده ساعتين تلاتة اربعة هناك ونرجع, فانت هترد عليه وتقول له easier said than done, we have no money to go to ساحل حبيبي. يعني الكلام سهل لكن الفعل صعب, واحنا معانا فلوس واحنا ايه ناكل عشان خاطر نطلع الساحل؟ تتكلم فيه يا ابني. الاكسبريشن او الفريز اللي بعد كده هو every cloud has a silver lining. Every cloud has a silver lining, يعني كل حاجة وحشة بيبقى فيها حاجات حلوة. يعني خلينا نبص للجزء الجميل في الحاجات الوحشة, فعلى الرغم من ان هي حاجة تبين انها وحشة قوي بس على الاقل هيبقى فيها حاجة حلوة. فمثلا لو انت كواحدة او كزوجة زوجك قاعد من الشغل وما بقاش بيشتغل فانت عايزة توسيب كلمتين, هتقولي له ايه؟ على الرغم من انك انت بقيت قاعد في البيت وبقيت بتشتغل وبقيت عاطل, بس في حاجه مفيده في الموضوع هي انك انت بقيت قاعد معانا وبقينا نشوفك مش زي الاول ما بقاش بنشوفك. فعشان تقولي ده بالانجلش هتقولي you're not working anymore but every cloud has a silver lining, we are together now. على اعتبار ان انتوا لما تبقوا مع بعض يعني كده خلاص هتعرفوا تاكلوا وتشربوا وهيبقى فلوس تصرف عليكم وكلام من ده. يعني ما علينا. الاكسبريشن او الفريز اللي بعد كده وهو needle in a haystack. needle in a haystack زي مثلا بالظبط لما اقول ابره في كوم قش. فمثلا لو عايز تقول ان ايجاد وظيفه جيده هو كايجاد ابره في كومه من القش هتقولها بالانجلش finding a good job these days like finding a needle in a haystack. الاكسبريشن او الفريز اللي بعد كده هو fish out of water. fish out of water زي مثلا انك انت تقول ان انا مش مبسوط في المكان ده او مش حاسس بنفسي او مش شايف نفسي في مكان معين. فمثلا لو عايز تقول ان انا مش شايف نفسي في الشغلانة دي, ما بطورش نفسي ولا عارف اعمل اصدقاء جداد ولا اي حاجة, هتقول I feel like a fish out of water in this place. I can't make new friends. I can't grow up. I feel like useless. الفريز اللي بعد كده هو to go down in flames. to go down in flames معناها to fail, انك تفشل في شيء معين. فمثلا لو انت اب زي حالاتي وبتدفع لابنك فلوس كتير في الدروس وفي الاخر تلاقي ان هو بيسقط وبيجيبش درجات كويسة في الامتحان, هتقول له ايه؟ I give you a lot of money, I pay a lot of money to give you courses and you go down in flames, it's so disappointed. يعني مخيب للامال. طبعا ما تقولش لابنك كده عشان نفسيته ما تتعبش, بس انا بقولك example, يعني انا بديك مثال بس ازاي تقولها. الفريز او الاكسبريشن اللي بعد كده to get something off your chest, انك تزيح غم من على صدرك, زي ما احنا بنقول كده بالعربي او في لغه المصريين انك تزيح حاجه من على صدرك. فمثلا لو انت خنصرت فلوس من ورا مامتك, بعتتك تجيب حاجه مثلا وانت رحت مخنصر فلوس منها كده
وبدل ما تجيب الحاجه ب 5 جنيه جبتها ب 4 جنيه وخدت جنيه في جيبك، فتروح تقول لها ايه بقى عشان ضميرك بيأنبك بقى، ضميرك بيأنبك بقى ونايح عليك وحاسس ان انت عملت حاجه غلط، فتروح تقول لها ايه بقى I have to take that out of my chest. I have to take that out of my chest. I stole some money from you. يعني انا لازم اشيل الغمه دي من على صدري واقول لك ان انا سرقت منك فلوس يا ماما، وانا ضميري ما سمحليش ان انا استمر في هذه الكذبه الشنعاء. واستلقى وعدك بقى اللي هيحصل لك بعد كده. اخر فريز او اخر اكسبريشن معانا النهارده وهو to go extra mile. to go extra mile means to make extra effort، انك تبذل مجهود اضافي. if you want to learn English you need to go extra mile by practicing every day, by watching movies and by studying hard. يعني انت علشان تتعلم انجليزي لازم تبذل مجهود اضافي، وهو انك انت تمارس انجليزي كل يوم، انك تتفرج على افلام، وانك تذاكر اكتر. وبكده اكون خلصت حلقه النهارده. لو استفدتوا منها وتعلمتوا حاجه جديده ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه عشان تشوفوا كل الفيديوهات اللي جايه. ما تنسوش تابعوني كمان على فيسبوك، تويتر، انستغرام، وتيك توك. كان معاكم احمد حسن من Learn Different Academy، واشوفكم فيديوهات جايه.